الله علينا، احلى فيديو ده ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا بقى، اديني في الريدستون بقى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، يا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف نصر من قناه اكتشف العالم، وعبد الرحمن اسامه من قناه اسقص فور جيمنج. والنهارده ان شاء الله داخلين نعمل كيبنج مع بعض. الفيديو ده هو الجزء الثاني من البحث عن الدايموندا الحمقاء. طبعا دي سلسله يعني انا ابتديتها انا ومستريجو جيمنج واسقص فور جيمنج. فاللي عايز يشوف يعني الجزء الاول فيقدر ان هو يدخل على قناه اسقص فور جيمنج يشترك فيها وهيشوف الجزء الاول من البحث عن الدايموندا الحمقاء، وان شاء الله الجزء الثالث من البحث عن الدايموندا الحمقاء ده اذا احنا ما لقيناهاش في الفيديو ده هيبقى على قناه مستر ريجو جيمنج. رابط القناتين هتلاقيهم في الديسكريبشن. مش عايز اطول عليكم، خلينا نتكلم مع عبد الرحمن كده. يلا بينا عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت باشا عاملين ايه؟ النهارده زي ما قال لكم يوسف هنكمل السلسلة اللي بدأناها وهي البحث عن الدايموندا الحمقاء. اوكي، هنا هو شباب، هنا هو انا عملت شوية تعديلات على الكهف، حطيت له بيبان وحطيت له تورش وحطيت له هنا هو شوية يوفط كده اهو. دي الفتحه بتاعت المنافس الاول ودي الفتحه بتاعت المنافس الثاني، فيلا بينا. اوكي يا شباب، دلوقتي احنا دلوقتي نزلنا كهف اهو، ده المكان اللي اسوس فور جيمنج كان بيلعب فيه المره اللي فاتت، فخليه هو اللي يدخل احسن. بس في مشكله ان هو عبد الرحمن ان انا معيش تورشات خالص، فيا ريت لو انت عندك قول لي يعني اديني. تمام، هات يا عبد الرحمن دلوقتي. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي في الكهف اهو. هات عبد الرحمن شويه. عبد الرحمن فيه، خليك سخي كده. بس اغلس عليكم وامشي. ماشي يا عم، تشرفنا يا عم. قول ده يا شباب مستر ريكو فور جيمنج دخل يرخم علينا. اوكي، انا هنزل مكان مستر ريجو وخلي اسوس في المكان بتاعه. اسوس اللي ايه؟ يلا بينا. انا دخلت اهو مكان مستر ريجو جيمنج. يلا بينا يا اسوس. يلا بينا نبدا. انا ماشي. امشي يا عم عادي، مفيش مشكله. اوكي، انا لقيت فحم اهو، اول حاجه بدايه مبشره كده. بس الادوات اللي معايا كان قبل ما امشي كنت هقول المعذور. لا والله. اديني بقى فرصتي يا ابني. بس يا ابني الله يهديك. بنقدم محتوى جيمنج داخل يروج لقناته وطالع. انا واحد من التيم وورك معكم ليكم، ممكن مستر ريجو جيمنج، يا ريت تيجوا تشتركوا فيه. ايوه ايوه، اعمل ترويج يا اخويا. اوكي، انا محتاج اني افضي حاجه من عندي عشان الاقي مكان للفحم، فدي مشكله يعني. اوكي، لقيت مكان. دلوقتي في المنطقة اللي انا كنت فيها لقيت حاجة. انت عبد الرحمن؟ لقيت فحم. لا والله يا عم، احنا ما بنلاقيش غير فحم. Thank you.
الله علينا، احلى فيديو ده ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا بقى، اديني في الريدستون بقى. اوكي ايه تقول؟ ايه يا روحي انا مش سامعك. ريد جولد. ريد جولد ايه بس يا عم؟ ده انا لقيت ريد ستون ولقيت البرزيز بتاع بالازرق ده يا اسطى، ده احلى كيفنج يا اسطى. بعدين المفروض اللي يموت يخسر. ها وحضرتك عمال داخل طالع من اللعبه، يعتبر كده ان انت بتموت. حب اقول لك الفيديو اللي فات مجمع 3 استكات واعطيها لارجل. استكات يا اخويا. يلا بينا بقى يلا بينا بقى، هو ده الكهف ولا بلاش؟ يلا بقى يلا بقى، خشب بقى وفحم. بصوا عبد الرحمن على فكره المفروض ان هو عمال يخسر دلوقتي، تمام؟ عشان عمال يطلع ويدخل، وانا الحمد لله مقضيها والدنيا متظبطه معايا، فيعني خلينا نحط لنا بلوكتين واحده جرانيت كده نسنده عليها. والله النت عامل معايا تمام. يا عم انت طول عمرك النت مظبطك، شركه اتصالات يعني عايشه حياتها معاك، كل ما تلاقي حد مش عارفه تزوده تقوم جاي مزولك انت. اوكي ماشي، انا لغايه دلوقتي جايب مغانم بطريقه حلوه جدا جدا جدا. ايه ده مش عارف ليه بحس ان انا الريد ستون لما باجي اكسره بينور. 15 يا عم اقعد يا عم اقعد، انت مش شايف يعني الحلاوه اللي انا فيها؟ سلام. يا ريت بقى لو يطلع لي دايمون ده يبقى دلوقتي عبد الرحمن خسران بشهاده، يعني تبقى حاجه حلوه قوي. على فكره انا يعني تقريبا عمري ما لقيت في ماين كرافت دايموند، حاجه رخمه يعني، قليل قوي 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 لما بلاقي. ماشي ماشي ادينا بنكسر وبنشوف اهو والدنيا شغاله. يعني يا ابني انا الناس بس ما تضحكش عليك، انا الناس ما تضحكش عليك، اللبس مش مهم. ايه اللبيز ايه يا عبد الرحمن؟ طبعا النت عامل معاه الواجب وانا مستغل الفرصه واديله اديله. المشكله بقى ان انا مش لاقي دايموند، يعني دي خنقه، يعني كل اللي انا بعمله ده انا قربت من الدايموند. اوه اوه يس يس دايموند، واو الله. يا قلبي انا ياما، والله العظيم دايموند، والله العظيم دايموند. واو بيتكسر بايه؟ بيتكسر بايه يا ابني؟ بيتكسر بايه؟ خلص عشان ما ابوظهوش، ابوس ايدك. لا يا ايرون بيتكسر بالايرون يا واو. اتنين دايموند، واو الله، تلاتة دايموند، خمسة يا لهوي، واو يا صلاة النبي. الله على الجمال الله على الجمال، هو الفيديو كده وخلص يا جدعان، هو المنافسة خلصت. طبعا مش هيبقى في جزء تالت على قناة مستر ريجو، ولا هيبقى في جزء خامس ولا أي حاجة، اكتشف العالم جيش المكتشفين جاب من الآخر خلاص. الله علينا، يلا شوية هبل. هو جيش أنا ما هجيبهاش غير المكتشفين يا جدعان، قناة اكتشف العالم القناة نمرة واحد. يس يس وريد ستون والدنيا متظبطة، الله على الجمال يا جدعان. ده انا طول عمري بكره حاجة اسمها كيفنج، دلوقتي عشقتها والله العظيم. انا من رمضان اللي فات بيقولوا لي يلا بينا نعمل كيفنج، يعني هما من رمضان اللي فات عاملين يقولوا لي عايزين نعمل كيفنج وانا اقول لهم لا. يا سلام، هو ده جيش المكتشفين. يس يلا بينا بقى نطلع. لا يا عم ماليش فيه. طلعت كمان، طلعت يا عم، اطلع فوق بقى وننهي الفيديو بقى، ننهي الفيديو واحنا في قمة الفخر بقى.
بس كده يا شباب، كان معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم وجيش المكتشفين. طبعا بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، ما تحرمونيش من اللايك سبسكرايب للقناة شير عشان كل اصدقائكم يشوفوا المنافسة الجامدة جدا دي. بس كده يا شباب، كان معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم، بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد في امان الله.